والله قل العوائل خلال شهر رمضان إقبال شديد، لأن الغابات هو المتنفس الوحيد لمحافظة نينوى، ونحن نرجو من يعني أصحاب الجهات المعنية الذي بالغابات أنه تمديد الإيجار ويعطونا فرصة للاستثمار، لأن الغابات هو المتنفس الوحيد لمحافظة نينوى، ونرجو من السيد المحافظ ومن مدير البلدية الاهتمام بالسياحة ويدعمونا حتى أنه نطور المدينة بالسياحة. ما شاء الله احنا اليوم أول يوم نطلع برمضان، يعني دائما نفطر بالبيت، بس اليوم ما شاء الله يعني شفنا كم هائل ما متوقعان، يعني هيك كم يجي من العوائل، وما شاء الله بعد عزيز يعني كل حز يجي بعد عوائل. والله رمضان شهر الخير والبركة، والمتنفس الوحيد هو الغابات، يعني ما عدنا غيره، بس اشنو لازم شوية يجددوها، يعني يعتنون بها، يعني هاي النقطة الوحيدة، لأن المتنفس الوحيد الغابات للعوائل، ورمضان تعرف ما هو هالشهر تنجمع العوائل، الأكلات، القعدات، بها الموجود. ما شاء الله بشهر رمضان وطيبة، والله الجو طيب، والله حيل طيب، حيل طيبة، شوية بس يعني عناية نراد لها، نراد لها عناية. والله هي بس هاي الكازي نوات، أنا أقول لك ماكو غير مكان. إيه زي منطقة الغابات بصورة عامة إيش تحتاج برأيك؟ والله بس شوية تنظيف، شوية تنظيف يعني. رمضان كريم علينا وعلى أمة محمد إن شاء الله، والله غدي كنا البخ من جنيه سحته وما طيب عينا حاغة كذي عينا إيه، والله منطقة الغابات السياحية ويد الأمن والأمان بيها إن شاء الله، وبعد يكثرون هالديديات هالموعين الأولاد هالمداني تصير كويسة أحسن من الأول، وإن شاء الله تصير أحسن بعد، وأمان نطلب الأمان إن شاء الله.